السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الجديد ديال الجين، السلعه المليحه، الكاليتي والجوده. هاي السلعه قدامكم الاخوان. مهم غادي نهضروا على التفاصيل ديال السلعه، نشوفوا لي مارك ديالهم، نشوفوا لي طاي. ولكن هذه المره هذه الناس اللي درت معاهم خيب في ديك السلعه الاولى ديال جاكان جونز، ماشي انا درت معاكم خيب، يعني السلعه جات بحال هكاك ما كانش فيهم كرونطاي، ودابا برعتكم بالكرونطاي. يعني اش نقول لكم؟ ابتداء من 40 حتى 52 كلشي يلبس معنا وكلشي تبرع. سلعه متنوعه، وكنهضر معكم الاخوان على الاوريجينال، يعني غتشوفوا السلعه وغتشوفوا السريولات كي دايرين ولي طاي، ويكون خير ان شاء الله. اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم خاص بالجين، ولكن يومين هذه قلت لكم غارجت لكم واحد لي دودون زرقين لي طاي، هذه نسيت ما وريتهاش لكم. غادي نمشي نوريكم لي دودون وندخلوا في الموضوع ديال اليوم اللي هو الجين، شي حاجه اوريجينال ومليحه وجميع لي طاي كاينين. نمشي نوريكم الجاكيطات هما الاولين ونكملوا الموضوع ديالنا. الجاكيطات الاخوان هما هادو، ثم عاقلين عليهم وخديتهم من عندنا، ولكن هاد المره هذه جيناكم غير بالتقسيط، ما بقاش السلعه ديال الجمله، الجاكيت كله مشى الحمد لله. هادشي اللي بغينا، عندنا جوج موديلات، قلنا الموديل الاول فيه الصدف هنا وكيجي ايفازي. انا غنلبسها باش ما نطولوش الفيديو الاخوان، اليوم عندي الغرض بالجين، واحد الجين ما نعاودش لكم. المهم الجاكيطه هي هادي، دودون خفيفه، ورقه واحده ما فيهاش دوبلور، عفوا ما فيهاش لاواط لداخل اللي غليظ، هذه كتصبن كتبقى هي هي، ما كتخسر ما والو. كتجي ايفازي من هنا، الى سديناها الاخوان كتجي مجموعه وزوينه. وهذه الفرق بينه وبين الاخرى، هذه متلوقه من هنا كيف ما كتشوفوا، متلوقه ما فيهاش لاستيك، ومتلوقه حتى من تحت ما فيهاش لاستيك، غير فيها واحد لاستيك هنا يمكن لك تجمعها، اما الاخرى فيها لاستيك ديالها، باندا ديالها. المهم على اللور ديالها الاخوان. هذه بالنسبه للموديل الاول اللي فيها الصدف، عقلوا معايا. الموديل الثاني هي هذه اللي ما فيهاش صدف، هذه سامبل من العنق ديالها ولكن طالعه والسخونيه. الفرق اللي بيناتهم راني قلتو لكم هو الباندا، وهذيك مطلوقه. انتم الاخوان لبسه تبارك الله، اللهم بارك، لبسه زوينه، غير كتخشي يديك تطيح هي هذيك ناضيه. نسدوها الاخوان حتى هي باش تبان لكم. سنيسلات في الجيوبه، عندها جيوبه لداخل كبار، وهنا كيف ما قلت لكم باندا من التحت وباندا من هنا. هذا الباندا اللي كتشوفوا هنا هي اللي فيها التحت. ايوا هذا هو اللي كاين الاخوان. بالنسبه لهاد الجاكيطات هادو راه فيهم الميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس ال، كلشي يلبس. المهم ندخلوا في دابا في الموضوع ديالنا وهو الاهم، يعني الجينات الملاح، جينات الناضين. اول موديل الاخوان غنبداو به، سبق وجدتو لكم ولكن تقادة، جي اللي هو اوريجينال، شي حاجه مليحه. توب من الداكروش، صبن ولبس، تبرع ليا والناس ديال الدروه، الناس اللي كيبغيو الفصاله سامبل كما كتشوف، الفصاله سامبل، ماشي هذيك عاوتاني قج بحال جاكان جونز ولا داكشي، كل حاجه عندها موالها. انا الغرض عندي هو اللي كتعجبو شي حاجه ياخذها، هذا هو الغرض. الحمد لله جاكان جونز لقينا فيه مشكل، ما لقيناش فيه لي طاي، ويعني باذن الله كل شيء الحمد لله جا خدا منه، وجاو نيت صحاب لي طاي ديولهم، صحاب ال 27، صحاب ال 28، صحاب 30، كل شيء جا، كل شيء خدا منهم الحمد لله، وهذا هو اللي كاين. بالنسبه لاول موديل عندنا هو هذا. الموديل الثاني ديالو خوه نفس كولور نفس كل شيء، ولكن مختلف عليه في الديزاين، في الجيوبه، البتي بوش، هذه الخياطه هذه اللي زايده هنا. هاد الخياطه اللي زايده هنا، انا غنوريكم التفاصيل كامله ما تزربوش. القسمه ديال الجيوب اللور طرف في طرف، والفصاله حتى هو دروه ومقاد وزوين والسيل ناضي. وبالنسبه لي طاي اللي قلت لكم انا، كيبدا من 32 يعني من 40 الصغيره حتى 42 يعني حتى 52، عقلوا معايا. ومي كنقول لكم 52 ها الشونتيو قدامكم الناس صحاب 52، شوفوا لي السروال قداش، السروال راه كبير 52 اوريجينال،
اللي كيلبس 52 والناس العديد منكم راه خدوهم عند 52 وراه جربوهم كتجي سير ميزير ما كاين لا بزيره من السمطه لا والو لاكوب مليحه طاي هوت ماشي داكشي اللي كيجي مجموع من التحت وداكشي ما عندنا بان نديرو به. المهم ثلاثه الموديلات في هاد لامارك هادي يعني البلو بيترول وجوج زرقين. والمفاجاه ديال هاد الفيديو هذا هو هاد لامارك هادي يعني الاخوان بدون ديك الاسماء شوفوا لي الجين كي داير توب رطب الاستيك زوين وشي حاجه دروا سامبل خدمه نقيه كل شيء ناضي في هاد السليعه الاخوان كندوي معكم على الاوريجينال. ودابا غادي نحط لكم الطابله وغنقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا التفاصيل كامله ديال هاد السليعه والاراء كيبقى ديالكم نتوما الاخوان ومرحبا بكم. بالنسبه الاشكال اللي كتلقيت مؤخرا هما الناس كنجي حنا لكم سبقت ولحت لكم واحد جوج فيديوهات وهضرت معكم على التوقيت ديال العمل ديالنا كنبداو من 12 ونص يعني ظهرا حتى ل 9 ديال الليل الا الجمعه اللي كنحلوا فيها مع الخمسه كنجي كنلقى الناس مهم كنعتذر منهم كنقول لهم سمحوا لي كنجيو كنلقاهم كيتسناوني حدا المحل ما انا ما كنبغيهاش ولكن خليت لكم دابا في صندوق الوصف الايام كامله من 2 حتى الجمعه من 2 حتى الحد الا باستثناء الجمعه راه كنحلوا حتى الخمسه راني خليت لكم توقيت ديال العمل ديالنا باش ما نبقاوش نلقاو هذا الاختلاف هذا هو الناس اللي جاوا لقاونا باقي محلينش وتسناونا كنطلب منهم الاعتذار وسمحوا لنا بزاف ويلا نمشيو نشوفوا هاد الجينات التفاصيل ديالهم كامله ونختموا لا فيديو ان شاء الله بالاسمنه. على بركة الله الاخوان غنبدا معكم باول موديل والعديد منكم هاد الموديل راه عارفو هاد لامارك هادي راه معروفة. المهم غنهضرو على اول موديل موديل كيختلف على الموديل الاخر باش كيختلف عليه كيختلف عليه الاخوان بهاد الخياطة هادي اللي كاينة هنا وهاد الخياطة اللي كاينة هنا والبتي بوش ديالو كتلقاو فيه السمية يعني لامارك ديالو هنا كيف ما كتشوفو الجوبة اللي جاتكم بها هاد الفورنيتور هادو اللي كتشوفوا كلشي سيني نحاول نقرب منكم لا مارك باش تشوفوا الخياطه اللي دايرين ليه بلاندي وهاد الموديلات هادو راه واصلين حتى 52 تي بوش لور لي بوش لور عفوا لي بوش لور كيفاش جاوكم كيجيو في صاله كبيره وزوينه ومقسومين من هنا الجلده ما كتطلق ما والو والبالما ديالو ذروه عاديه ذروه ما كاين لا سليم لا والو يعني هذا اول موديل الاخوان الفصاله ديالو راه واضحه وباينه خياطه داكشي كامل راه باين الصح والعمل. بالنسبه لهنا الاخوان على برا السطيفه ديالو كتلقاو كله سيني. نمشيو لثاني موديل تشوفوه مزيان هو البلو بيترول البلو بيترول ديالو هو هذا اوكي كلشي واضح حتى هو كتلقاوه الاخوان كيجيكم مستضيفه اللي هي اوريجينال الفورنيتور هنا كتلقاو التويشيه هذه الداخل ديالو كلشي باين وكلشي واضح سروال اللي صبن ولبس الخياطه اللي دايرين ليه من الداخل ولي بوش اللور اللي هما كبار وكيطيحوا في السريويل ناضي البالما ديالو ذروه عاديه سامبل اوكي. نمشيو دابا ثالث موديل ثالث موديل الاخوان هو الزرق سامبل الاخر اللي كتوريتكم في الاول فيه فتحه من هنا وفيه فتحه من هنا وبتي بوش فيه لامارك هذا سامبل بحالو بحال بلو بيترول حتى هو جاكم كله سيني كما كتشوفوا الصدفه ديالو الخياطه الفورنيتور هادشي ضروري كتلعبوا عليه الجيوبه من الداخل شي حاجه اللهم بارك شي حاجه الصح والعمل لي بوش لور الاخوان كبار ناضين نقيين شي حاجه امبيكابل
في الصاله ديالو حتى هو دروه كيف ما كتشوفوا. ايوا الاخوان حتى رابع موديل عندنا او الماركه اللي هي مختلفه هي هاد لامارك هادي اللي معروفه وشي حاجه من الداكروش. شوفوا لي الفصاله ديال الجوبه كي دايرين لي بوش ملاح، الخياطه زوينه، الفصاله ديال البالما عاديه راه ماشي قج، وهذا كما كتشوفوا الخدمه كي دايره، كما كتشوفوا الثوب، الثوب اللي هو مليح. وهنا القدام ديالو الاخوان الى شفتوا الصديفه ديالو كتلقاها سيني، وهاد العيبات هاد الفورنيتور هادو حتى هما كتلقاوهم سيني. الجيوبه اللي جاكم بها جيوبه ملاح وشي حاجه بلاندي، البتي بوش ديالو جا متيول وصغير وزوين، جا في بلاصتو محطوط. السنيسله الاخوان هذا جاكم بسنيسله اللي كاليتي مزيانه، وربما راه نفس هانتوما ديما كنقولها لكم نفس لامارك إكريك كاكا، السنسله اللي هي اوريجينال. الخياطه من الداخل، وشوف الخياطه اللي دايره لكم من الداخل ديال السروال كي دايره كيفاش غاده دوبل فيل. ايوا هادو هما السروالات ديال اليوم اوريجينال، توب ناضي ولي طاي تبرعوا ليا مع راساتكم من 40 حتى 52، هذا فيه حتى 48 ما فيش 52 حتى 48. لا مارك الاولى اللي وريتكم ثلاثه اللوينات فيهم حتى 52. ايوا تبرعوا ليا مع راساتكم في التشكيلات بلو بترول والزرق سامبل. ايوا هذه هي المائده ديال اليوم، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. المهم الاخوان نتمنى هاد الجينه تعجبوكم، راه السيلات ملاح ولي طاي راكم عارفينهم، يعني شي حاجه ناضيه وزوينه. اللونات اللي جاونا راك شوم بلو بترول وجموديلات ديال الزرقين وماركه اللي مختلفه عليهم كاملين حتى هي زرقاء، ومرحبا بكم. بالنسبه للاخوان واحد يعني واحد ملاحظه باش من انتم تكون عندكم في بالكم، الجاكيطات اللي حشيتكم البارح ديال 150 درهم، والجاكيط فورير ديال 350 درهم، والجاكيط طوال حتى واحد ما عيط عليهم، كلشي تباعوا الحمد لله، راه تباعوا وخذوهم الناس ربما من الكليان ديولي ولا اللي كيجوا عندي، تكون عندو هاد المعلومه هذه بان هذوك الجاكيطات راه تباعوا لا طوال لا قصار لا ديال 150، الحمد لله بصحه الناس اللي خذوهم، يعني كلكم تستاهلوا كل خير. راه قلت لكم البارح يعني راه كتجي واحد العدد اللي هو ماشي حاجه كثيره، الحمد لله دابا حنا تقريبا في صدد واحد 8000 شخص متتبع اللي عندنا في القناه، الا جات منا غير 100 واحد ولا 50 واحد حنا الارتيكل راه لا كثرت غنجيب فيه 100 ولا 150 بياسه، يعني الا جاك غير 40 ولا 50 ولا 60 واحد راه صافي راه ما غتقاس ليها. انا كنتمنى يعني ما كرهش يعني يكون عندي كيف كنقولوا يعني الناس ديال التجار العرض يكون اكثر من الطالب، ولكن السلعه المليحه واللي كتكون جايه من برا راه معروفه، راه ما كتكونش شي حاجه اللي كثيره، راه كتكون فيها لا كثرت واحد 150 ولا 200 راه ما كتكفاكمش. غير انا كنبغي نوصل لكم هذا الميساج، يعني ديما كنقول لكم كنت هو السباق لهذ السلعه هذه، وراه هذا هو اللي كاين الاخوان ومرحبا بكم. المهم بالنسبه للاثمنه ديال الجينات حددناهم في واحد الثمن اللي هو موحد من 300 درهم، راه الناس اللي خداو من عندنا لامارك الاولى اللي وريتكم راه من 300 درهم حيدنا لكم 50 درهم، وهذا الشيء راه حنا اللي كنتقاتلوا فيه وكنحاولوا نتاوبوا مع الناس ونقنعوهم بان راه عندنا الحمد لله ناس كيبغوا السلعه ينقصوا علينا حنا باش نقصوا عليكم، هذا هو اللي كاين. كيبقاو لكم الجينات هادو بربعه، اللي بغى اي طاي كتبقى لكم 250 درهم، ومرحبا بكم ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله. وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو. بالنسبة واحد النقطة أخرى كنبغي نصفي أموري معكم باش ما نكونش، بالنسبة للبلاك اللي قلت لكم راه يكون واحد جين بلاك، جين زوين مليح، كنطيحوا في شي ناس اللي ما نقولش ما مزيانينش، ولا الحمد لله كلشي مزيان كلشي معقول، غير تاهما عندهم واحد الظروف، الشركة خاص يعني عندهم واحد تاهما لي كوموند، عندهم التزامات مع الناس. هاد السلعة هادي صراحة هضر معايا قال لي راه ما بقاتش، قال لي راه ما بقاتش عندنا حتى شي حبة منها، وقال لي نهار غتوجد غيخصص لي واحد العدد اللي هو مهم لي انا ان شاء الله، ومن تجي السلعه غادي نلوح لكم نتوما الاولين، وهذا هو علاش. واليوم وقت ما جات هذيك البلاك راني جبت لكم شي حاجه اللي طوب واخر ما كاين، ومرحبا بكم
وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو. اخر الكلام واجمل ختام هو الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.